واحد الأطفال دي ما كانش عندهم أسامي، كانوا واخدين أرقام في راسهم من ورا في كود. شعرهم كأس هاند من يوم ما اتولدوا وغرسوا جواهم أفكار قاسية جدا، وكانوا باردين وبلا مشاعر. البطل بتاعنا كان واخد رقم 47، اسمه إيد الشبح 2 في الصناعة. كل يوم بيقدم خدمات قتل الناس، ما تسألش ليه، ما بتشوفش الصواب من الغلط لو في فلوس، خلاص تمام. في العادة عايش في فندق، وهو داخل الغرفة كان بيبص بحذر حواليه، وحط قنبلة على الباب، وحط خطة هروب من البلكونة، وقتله وصب طريق لنفسه، وفتح اللابتوب وجات له خدمة جديدة، والهدف الجديد هو زعيم بلد معين. المهمة الجديدة دي صعبة جدا، لكن كل ما صعبت أكتر كل ما الفلوس بتزيد. رقم 47 اتردد ثواني، وقبل المهمة بدأ يقرأ المعلومات بالتفصيل. في اليوم التاني القائد كان في الشارع الرئيسي، وكان جنبه حراس التأمين، وفي اللحظة دي كان رقم 47 على مبنى بعيد، وكان ماسك قناص سريع جدا، وبرصاصة واحدة أنهى حياة الراجل. خلص مهمته وأخد الفلوس ورجع البيت، وعلى طول جات له رسالة تانية إنه في شاهد عيان في مكان الجريمة، ولكن ده مش نافع. رقم 47 على طول لقى البنت دي، كان بيستعد إنه يقتلها، لكن البنت على طول بصت له. البصة دي كانت شعور كأنها بتبص على المرة. رقم 47 حس إن في حاجة غلط، وحط المسدس وعلى طول سمع صوت رصاصة. كان في حد في الشارع اتصاب، كان قاتل تاني من المنظمة، والشارع بقى فوضى. رقم 47 ساب الشارع على الفور ورجع الفندق واستلم رسالة جديدة بتقول إن مهمته دي جي فشلت، الرئيس لسه حي. ده خلى رقم 47 متحير جدا، هو كان متأكد إن أصاب رأسه، إزاي لسه عايش؟ على طول راح سأل مين العميل اللي طلب المهمة دي، ولكنه جاب البنت اللي شافها، واكتشف على الفور إنه وقع في الفخ. وعلى الجانب الآخر نازل شميك الدوليب من طيارة، كان بيتتبع رقم 47 لمدة 5 سنين. المرة دي عارف مكان 47 من خلال الموقع، وكان بيحضر إنه يروح له، وفي نفس الوقت كان تحت الفندق في رجال من الشرطة، لأنهم هم كمان جات لهم رسالة عارفوا إن رقم 47 هنا. في راجلين على طول طلعوا الأوتيل. 47 حس بالخطر، الناس دول على استعداد للذهاب وكانوا صارمين جدا، لأنه جوه الأوضة في قاتل محترف رقم 47. في الوقت ده حس رقم 47 بالحركة بره، جري بسرعة ناحية البلكونة وهم كانوا بيحاولوا يكسروا الباب من بره، وفجأة انفجر الباب. رقم 47 نط للدور اللي تحت بحبل اللي كان مجهزه بالفعل، وطلع المسدس اللي كان مخبيه وضرب على الضابط. فتح الأسانسير ومسك أوتار الأسانسير وبوظ الأسانسير، وكان بيستعد إنه يمشي. مايكل جه بسرعة وناداه وقال له أقف مكانك، وفي الوقت ده جه موظفين الفندق، ورقم 47 استغل الموقف وهرب. وبعد ما نجح انه يمشي، كانت خطوة رقم 47 هو انه يلاقي شاهد الزور، ومن صورتها ممكن يحصل على معلوماتها. اخد باقة ورد وخبط على بابها، وبعد ما قال كام كلمة نجح انه يدخل اوضتها، ومسك البنت بسرعة، وبعد كده خبها في اوضة سرية، وقعد يسألها على اللي هو عايز يعرفه. البنت اسمها نيكا، كانت عشيقة المسؤول، والمسؤول ده كان عنده شخص شبهه بالظبط. انا مفوض من قبل بديله اني اقتل الاصلي علشان ياخد مكان الاصلي. بعد ما عرف المعلومات كان عايز يمشي البنت وخلاص، ولكن لما شاف وشم التنين على وشها افتكر لما كان صغير وبيطبعه للكود. رقم 47 ادى البنت مسدس وقال لها تمشي معايا، وهم في محطة الاتوبيس رقم 47 حس ان في حاجة غلط. كان الراجل اللي هاجمه في مكان قريب دخل مع الدورية ومثل انه ضابط امن، لما وصل منسيش انه يستفزه، ازاي ممكن قاتل يستحمل ان حد يسخر منه؟ وعلى طول مشي معاه، ومايكل في نفس الوقت وصل الساحة، افتكر ان القاتل ده هو رقم 47، وعلى طول تتبعه، كان عارف انه بيتتبعه. وبسرعة رقم 47 خد الطريق التاني تحت الممر علشان يضلل القاتل، والقاتل ما يعرفش يتتبع اثره، وكان القاتل الحقيقي طلع مرة واحدة من وراه وقدر بسهولة انه يوقعه، ولكن فجأة لقى ظل تاني. ليه؟ رقم 47 مشي وراه، وصل لعربية مهجورة وقابل راجل شبيه التاني، الاتنين اتواجهوا 2-2، وكان الاربعة بيواجهوا بعض، وكان رقم 47 بيحاول يفهم اللي بيحصل. نزل المسدس وطلع سيوف، ويبدو ان الولد الاسمر كان بيتواعد، فهو ما قتلوش، لكن الراجل الاسمر كان لسه بيستفزه، وفي النهاية اضطر ان ينهي حياته. وعلى الرغم ان كل حاجة اتحلت، لكن رقم 47 كان قلبه وجعه، كلهم كانوا مولودين من نفس الجذر، لكن هو ليه كان قلقان؟ وفي نفس الوقت سمع صوت حركة واكتشف انها نيكا، وكانت عايزة تتكلم، لكن مايكل وصل، ولكن سمع صوت رصاص المساعد بتاعه، مسك المساعد بتاعه وضرب مايكل رصاصة، وكان عارف انه مايكل بيتتبعه من سنين طويلة، ولكنه كان عايز يتأكد انه يحل الموقف هنا، ولكن في نفس اللحظة نيكا وقفته. رقم 47 بارد المشاعر، ما موتش مايكل بعد كده، وبعد مرور أيام، رقم 47 حب نيكا، لكنه قاتل محترف مش بالسهل انه يعترف. وعلى الجانب الآخر شبيه المسؤول بدأ يقلق، لأنه عارف إن نيكا ورقم 47 هم الوحيدين اللي عارفين الحقيقة، وعلشان ما يتقفش استدعى كل القوات، وكان بيستعد في المدينة دي علشان يتخلص منهم. ومن أجل البقاء
رقم 47 اندلع مع الـ FBI ومكتب التحقيقات الفيدرالية ساعد في حل مشكلة أخو المسؤول الشقي وسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالية أنها تحميه وقت الحرج. لكن الراجل كان لسه مشهور وعلشان ليه سلطة عمل بطاقة هوية جديدة. رقم 47 على طول اختار راجل غني. في الأول أخذ المية اللي في إيد الجرسون ومثله أنه خدها غلط ورجعها تاني ولف راسه وعلى طول بدأ يتكلم مع البنت اللي معاه وكان قاعد في هدوء ومستني تأثير المية المنتظر. وبعدها عمل التأثيرها دخل الحمام على طول لحق وقتل كل الحراس وراح للحمام اللي في الأوضة اللي جنبه وطلع المسدس اللي كان مخبيه من بدري وعلى طول بضربة واحدة وقع الهدف ومثل انه بيساعده لكن الحراس اللي بره دخلوا وقتلهم على طول واخد بطاقة هوية الهدف. دخل على المكان من دون توقف وكان على استعداد انه يقتل الطرف التاني وراح يشوف الراجل من خلال هويته المزيفة وبدأ يملى المسدس ودخل ضرب نار بجنون. وبعد يوم شرس وقتل الولد الشقي بكده مكتب التحقيقات الفيدرالية بيدين رقم 47 ودي كانت ميداليته الذهبية للحياة. رقم 47 كان بيستعد يقتل المسؤول بكده هو ونيكا ممكن يحصلوا على حياة طبيعية. وفي العربية الاتنين قرروا طريقهم ومن أيام فاتوا حسوا بعواطف اتجاه بعضهم البعض ولكنهم ما كانوش مسؤولين. والزعيم عمل صلاة تأبين لأخوه المقتول ووقت المراسم رصاصة كسرت الإزاز والقائد فر مسرع من المكان. رقم 47 لحقوا وقتلهم كلهم وخدوا فوق الكنيسة وكان عايز يستخدمه كرهينة للهروب وبكده بدأ يبقى محرج. رقم 47 معرفش يسيطر على نفسه وقرروا انه يقتله وبكده يكون فقد درعه وبدأوا يضربوا نار على رقم 47 وقعد على الكرسي وانتظر نهايته. وبعد فترة قليلة الشرطة دخلت ولكن من السهل قصته دي وفجأة دخلت الـ FLEB وبعد التأخير رقم 47 نجح في الهروب. في الوقت ده استلم رسالة من الـ FEB احنا مع بعض. رقم 47 اشترى لنيكا حديقة عنب. نيكا بصت على كل الجوانب حواليها وشافت ان رقم 47 بيراقبها من بعيد ودي كانت نهاية الفيلم.